ما ينفعش دلوقتي تبقى في الاجازه ومش بتستغلها، لازم تستغل الوقت اللي انت فيه ده انك تطور من نفسك. بس انا عارف ان دلوقتي تطوير الذات محتاج وقت ومجهود وفلوس، فانا جاي اوفر لك النهارده كل الحاجات دي من بيتك وعلى الموبايل بتاعك او اللابتوب بتاعك، وتاخد كورسات وببلاش ومعاها شهاده معتمده. بالذات ان انا عارف دلوقتي ان انا عندي طلاب كتير لسه مخلصين ثانويه عامه وعايزين بقى يستعدوا للكليه، ويبقى معاهم كده شويه كورسات تشغلهم في الكليه وتخليهم ناس مسيطره. فجاي النهارده اكلمكم عن 8 مواقع، الثمان مواقع دول بالعربي وبالانجليزي تقدر تطور نفسك من خلالهم وببلاش وبشهادات معتمده. فلو عايز دلوقتي تعرف تفاصيل اكتر يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناه بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. انك دلوقتي يا صديقي تبدا تتعلم وتطور من نفسك ويبقى معاك شهادات معتمده، مش محتاج انك تنزل وتروح وتيجي، لان دلوقتي في حاجه اسمها التعليم عن بعد، التعلم الاونلاين يا صديقي. بالذات لو انت لسه مخلص ثانويه عامه فانت اكتر واحد عارف المعلومه دي. يا اخي الدروس كلها بقت اونلاين دلوقتي. مستر رضا الفاروق لوحده بيجيب شويه فيوز على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب خطيره يا راجل. حد فيكم يقول لابوي، حد فيكم يقول له ورد مش عايزه تتعلم، ورد عايزه تقعد في البيت. وعشان الاسباب دي قررت ان انا اجيب لك النهارده 8 مواقع من بيتك كده معزز مكرم تاخد عليهم كورسات. الكورسات دي تقيله جدا وقويه جدا ومجانيه وبشهاده معتمده. لا 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 ده كده كتير قوي قوي قوي. لا لا ده انتوا مفترين قوي بقى. لا 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 لا. وهنقسمهم يا صديقي لتلات أجزاء. الجزء الأول عبارة عن أول موقعين وهم مواقع باللغة الإنجليزية. الجزء الثاني هو عبارة عن 5 مواقع وكلهم باللغة العربية، يعني ملكش حجة هو. أما الجزء الأخير هيبقى موقع واحد مشترك ما بين الاثنين، في العربي وفي الإنجليزي وفي كل اللي انت عايزه، وده هنسيبه آخر حاجة. ويلا بينا ندخل على طول في أول موقعين معانا اللي باللغة الإنجليزية. أول موقع يا صديقي برشحهولك وبقوة هو موقع كورسيرا. ده واحد من أتقل وأنجح وأقوى المواقع الاونلاين اللي بتهتم بمجال تطوير الذات والكورسات. موقع كورسيرا هتلاقي عليه كورسات كتير جدا واغلبها باللغه الانجليزيه، وهتلاقي برضو في كتير منها موجود ترجمه للغه العربيه لو انت مش فاهم قوي. هتلاقي برضو على الموقع ده كورسات ببلاش وكورسات برضو بفلوس. انت عايز ايه؟ فلوس حاجه لله. عايز فلوس؟ اه يا ريت. فلوس منين؟ يا ريت. لو انت بقى عايز تاخد الكورس اللي بفلوس ده ببلاش، هسيب لك تحت في وصف الفيديو اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو رابط لفيديو كنا عملناه قبل كده. الفيديو ده هيعرفك خطوه بخطوه ازاي تاخد على كورسيرا اي كورس مجاني من غير ما تدفع اي فلوس. اه يعني الكورس اللي بفلوس ده ازاي تاخده هو نفس الكورس ببلاش. فلازم تشوف الفيديو يا صديقي اللي هسيبه لك تحت. موقع كورسيرا بيتميز ان هو موقع سلس في الاستخدام، وعنده تعاون مع جامعات عريقه جدا زي كامبريدج وهارفارد، والناس اللي بتشرح لك عليه ناس تقيله قوي في مجالاتها، وعشان كده كان لازم يكون اول موقع ارشحه لك في حلقه النهارده. وبالمناسبه المواقع اللي انا هرشحها لك النهارده هسيبها لك تحت في وصف الفيديو اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو، وبرده هسيب لك رابط كده مجمعهم لك كلهم فيه في اول تعليق. تاني موقع معانا اللي هو برضه باللغه الانجليزيه هو موقع يوديمي، والموقع ده على فكره مش بس بالانجليزي، برضه هتلاقي عليه كورسات بالعربي، وهتلاقي عليه كورسات كتير جدا ومتنوعه، مونتاج وجرافيك وبرمجه، وهتلاقي تعلم برامج الاوفيس وتعلم الموارد البشريه والعلاقات العامه، عليه تنوع كبير يعني يا صديقي، وما يختلفش كتير عن كورسيرا، برضه هتلاقيه عامل تعاون مع جامعات عريقه ومع مدرسين اكاديميين جامدين جدا في مجالاتهم، وبرضه يوديمي هتلاقي عليه حاجات بفلوس وحاجات ببلاش. خليك في اللي ببلاش يا صديقي، وقريب ان شاء الله هنزلك هنا في القناة فيديوهات ازاي برضو تاخد اي كورس من على يوديمي بشكل مجاني. المهم اشوف منك دعم يا صديقي. انت لسه ليه لغايه دلوقتي لسه ما عملتش لايك؟ انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب يا صديقي. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي رقم 30 عشان تبقى كلمه سر كده اعرف بيها مين صاحبنا اللي لسه مكمل الحلقه لغايه هنا. خلصنا صديقي الموقعين اللي باللغه الانجليزيه، تعال بقى ندخل على الخمس مواقع اللي باللغه العربيه. اول موقع معانا موقع اسمه تيرا بوكس. الموقع ده فكرته حلوه جدا، عباره ان هو بيجمع لك الفيديوهات اللي على المواقع المجانيه اللي زي اليوتيوب ويجمعها لك في شكل كورسات، فتقدر تاخد الكورسات دي بشكل مجاني ومتجمعه دروس ورا بعضها، وبرده يتيح لك ان انت في نهايه كل كورس تاخده تاخد الشهاده بتاعتك. موقع بسيط وسهل ومجاني وباللغه العربيه. الموقع اللي بعد كده هو موقع رواق، وده موقع باللغه العربيه من احسن المواقع اللي ممكن تشتغل عليها، عليه تنوع كبير
كبيرة صديقي في المحتوى اللي بيقدمه لك، وكمان سهولة في الاستخدام، وكمان بيميزه ان هو مش بس عليه كورسات في حياتك العملية، برضه صديقي عليه علوم شرعية، يعني موقع عليه كورسات تكسب بها دنيتك وتكسب بها اخرتك كمان. ايه التعابة والحلاوة دي، اقسم بالله. وعليه مجالات زي الطب والعلوم والهندسة، ده بقى بالذات لو انت طالب ثانوية عامة ولسه داخل بقى الكلية وعندك الحاجات بتاعت الطب والهندسة والحاجات دي، هتلاقي برضو عليه حاجات تنفعك في دراستك. الموقع اللي بعد كده موقع إدراك، وده من أتقل المواقع اللي برشحها لك النهاردة، انا بنفسي بستخدمه بشكل مستمر وبحبه جدا وبحب الكورسات اللي عليه. والموقع ده عبارة عن تعاون ما بين دولة الأردن وموقع EDX اللي هو من أتقل المواقع اللي بتقدم لك كورسات. ولو عايز تزود موقع ثالث للموقعين الاجانب زود عليه موقع EDX، يبقى انت تعتبر ان حلقه النهارده فيها 9 مواقع مش 8 بس. ادراك يا صديقي عليه كورسات بجوده عاليه جدا، سواء تصوير او محتوى جواها، والناس اللي بتشرح عليه ناس اكاديميين وتقال جدا في مجالاتهم. وعلشان كده ما ينفعش اي فيديو برشح لك فيه مواقع كورسات ما رشحلكش فيها ادراك، لازم ارشح ادراك دايما. رابع موقع معانا هو موقع اسمه سديم. الموقع ده بيتميز جدا بكورسات الاداره الماليه وكورسات التخطيط الكورسات المتعلقة بالتكنولوجيا، وبرضو المحتوى بتاعه محتوى قيم جدا وعالي الجودة يا صديقي، وباللغة العربية ومجاني. اما خامس موقع معانا واخر موقع في المواقع العربية هو موقع ادلال، ودي منصة صديقي من سلطنة عمان، يعني عربية يعني، عليها دورات كتير مجانية وبشهادة معتمدة. وطبعا عملت فيديو قبل كده وضحت فيه يعني ايه شهادة معتمدة وايه فايدتها، انصحكم تبقوا تشوفوه، وهسيب لك تحت في وصف الفيديو اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو شوية فيديوهات كده لها علاقة بالكورسات وتطوير الذات انصحك تشوفها، بالذات لو انت لسه عارفني جديد ولسه شايف القناة جديد، لان الحاجات دي لو فاتتك انت فايتك حاجات جامدة بجد وكلها حاجات مجانية. موقع ادلال كمان بيميزه ان الفيديوهات او الكورسات اللي عليه قصيرة، يعني ممكن في قاعدة واحدة تخلص كورس، مش محتاج بقى تقعد يوم ويومين وشهر. كده يا صديقي احنا خلصنا الخمس مواقع عربية، تعال بقى اقولك على اخر موقع اللي ناس كتير مش بتستغله صح رغم ان هو عليه كورسات عربي وانجليزي وكل اللغات، وهو يا صديقي اليوتيوب اللي انت بتشوفني عليه دلوقتي. اليوتيوب كنز حقيقي كتير ما بيستخدموش، اي حاجة انت عايز تبحث عنها او اي حاجة عايز تتعلمها هتلاقيها على اليوتيوب، وهتلاقيها في قوائم يا صديقي كورسات كاملة. فجرب دايما تدخل على اليوتيوب وتدور على الكورسات اللي انت محتاج تتعلمها، حرفيا زي ما بيقولوا لبن العصفور هتلاقيه على اليوتيوب. كورسات برمجة، جرافيك، مونتاج، تحليل بيانات، اي حاجة انت عايزها هتلاقيها على اليوتيوب. وكده يا صديقي اكون رشحت لكم الثمان مواقع المجانيين وعليهم الموقع بتاع EDX، يعني يعتبر النهاردة رشحت لك 9 مواقع مش 8 بس. كل المواقع دي زي ما قلت لكم هجمعه لكم في رابط واحد تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق يا صديقي ما تنساش تبص عليه. وبس كده تكون حلقة النهاردة تمت بحمد الله، اتمنى انت كمان تكون نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاعك، عملت لي سبسكرايب جميل زيك، وفعلت زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. ولو كملت الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي قدروا يكملوا الحلقه دي للنهايه. اشتغل على نفسك يا صديقي وفوق كده وصحصح وابدا طور من نفسك، هتحتاج تكبر السي في بتاعك ويبقى معاك شهادات وحاجات كده تطور نفسك فيها عشان سوق العمل. ربنا يعينكم كلكم ويوفقكم يا رب. وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.